بلاتو باش نحكيو فنون، فنون جميلة ولكن كل واحدة في مجالها وبشراو الحب الجمال وحب الألوان شنو نجم يعطينا. نبدأ بيك تقوى حنيش، تلميذة بالمدرسة الابتدائية جبل جلود هكا. أنا نقرأ في معهد العمران، معهد راضية حديد تاع الفنون. كنت نقرأ في المدرسة الإعدادية تاع جبال جلود. خريجة المدرسة هي أول مرة خريجة جامعة عملتي خريجة المدرسة مدرسة جبال جلود اللي باش نراو صور محليهم ريناهم على صفحات التواصل الاجتماعي تقوى، ويبدو أنه الإمضاء في الصور هذيك هو ليك أنت. الصور هذيك أنا حبيت نكافي الليسي اللي الكوليج اللي قريت فيه، بعد خاطر تعبوا معايا برشا باش وصلت للمرحله هذيا. مغرومه بالبانتور برشا، خاطر ساعات فما حاجات ما تنجمش تعبر عليهم كان بالفن. فما حاجات احاسيس ساعات انا عندي شعور ولا احساس ما نجمش نعبر عليه، كان اني ما نخدم تابلو ولا نغني ولا نعمل تياتر. كل واحد وهوايته، كل واحد والفن نتاعو. منين بدا الغرام؟ من الصغرى؟ والله من الصغرى. من الصغرى. دونك من المرحله مبكره نجم نقولوا اكتشفت اللي انت مشروع فنانه تشكيليه. به دونك انا اليوم عندي الهوايه الى جانبها الاحتراف. ليلى عياري مرحبا، صباحك فل. ياسمين والوان مرحبا. عايشك. اليوم ليلى انت بحذنا وكنت حاضره مؤخرا من خلال لوحاتك في مشروع معرض جماعي. دونك نقدمك زي للساده المشاهدين، انت فنانه تشكيليه. مسيره قداش من عام تختزلها اليوم التجربه؟ مليانة صغيره ما شاء الله. قداش عندك من معرض في رصيدك ليلى؟ برشا ما حسبتش، برشا خارج تونس ومحليا. كي تسمع تقوى تحكي بالاحساس هذايا اش تقول ليلى اليوم واحنا نراو في الصور في لي تابلو نتاعك هذوما؟ دونك يبدا الغرام ويكبر بينا؟ بالطبيعه، ونقولها واصل ونشجعها، وراتني قبليك الخدمه نتاعها ياسر محلاها، عندها مستقبل كبير ان شاء الله. ان شاء الله. يلا رجعت لك ليلى باش نحكيو على تجربتك، ولكن تقوى اليوم المدرسه ترجع لها بالانامل نتاعك، ترجع لها برؤيه انك تبدل انك تغير. شنو يعني لك اليوم انه الصور نتاعك تكون موجوده على جدران المدرسه الاعداديه اللي قريت فيها؟ هما نبتولي العروق غاديك يا اخي، مشيتش نعاود نبني روح غاديك مره اخرى. خاطر برشا كيف يسمعوا انتوراج نتاع جبال جلود والكل يقول لك هذايا حومه شعبيه، حومه ليه؟ راهو الكلنا مع بعضنا، الكلنا يد واحدة، الكلنا توانسة والكلنا اخوات، الكلنا مع بعضنا ونستحقوا بعضنا، ديما نقفوا مع بعضنا. يعني لاني انا من هوني ولك انت من غاديك، بالعكس كل واحد عنده روح، كل واحد عنده هواية، كل واحد عنده غرام تنجم توصل به لبعيد برشا. يعني كان تحط ليد في الليد مع انسان مثلا موهوب فيه، تنجم تخدم تابلو واحد يعمل فيه استعراض جسماني. جستم حلوا لك البيبان، المديرة الإطار التربوي فرحوا بيك تقوى وانت راجعة بمشروع فني جمالي للمدرسة الإعدادية اللي قريت فيها واللي خليت فيها ذكريات مزيانة. نتصور أكثر حاجة نحب نشكر مدام زهرة ومدام كريمة. مدام زهرة مديرة المدرسة الإعدادية، تحية لها هي أيضا، ومدام كريمة بروفة التشكيلية، هي اللي جرات بالرسمي هي ومدام زهرة عليا باش أنا وصلت لي أنا فيه تويكا. خاطر بالحق كيف يلقى أستاذ عنده تلميذ راهم يكشوا علينا ويعيطوا علينا، وأما في الأخر راهو يحبوك بالحق. أكيد. يلقوني أنا حتى بروف المات، بروف اللونجلي، معناها حتى اللي معناها بعاد على نقولوا كي ام بيان ساتي بيان يقولوا. دونك من المحبه هذاك ويحبوا يقطعوا ويحبوا تخرجوا احسن ناس. حتى اللي كانوا معناها يكشوا والكل قبل بكيروني في حاجه تويكا بالحق فخورين، وانا زاده فخوره بروحي على خاطر كيف تسمع بغافو تقوى كمل واصل، تزيدك الانرجي هذيك برشا حاجات. قداش استغرقت عمليه التزويق نتاع المدرسه الاعداديه؟ 5 جوغ. 5 ايام؟ خاطر من البريمير ايتاج للدوزيام ايتاج تخدم. ما شاء الله ريكور توا ليلى هذيا، يتسمى ريكور ما شاء الله عليها. دونك الحماس فهمنا جدوى الحب والغرام والحماس كيكون وراء كل عمل انساني. قولي ليلى، اليوم تذكرك تقوى ساعه كانه تذكرك بحاجات، تذكرك بصغر بالشباب. تذكرني كيفاش اول ما بديت هكا متحمسه وفرحانه ونستنى هكا، حتى كي عبد يقول لي خدمتك محليها واصل وكذا نفرح برشا. وذيك حاجه تخليك تزيد تقدم، وحتى اللي يقول لك ما تخدمش ما تكملش حكايه فارغه، بالعكس انا نزيد نصر ونزيد نقدم ونزيد. ديجا كيف ما تشوف توا خدمتي قداش، على قد كل ما نزيد عام، على قد ما تزيد تتحسن، على قد ما تزيد افكار جديده، خدمه جديده. دونك اليوم انا قدمتك من خلال التابلو هذوما وانت سفيره
الفنانين التشكيليين في مصر والأردن ليلى، قديش يعني لك أنك تكون أنت سفيرة، وشو يعني شو معناها أنك تكون سفيرة الفنانين؟ تعني حاجة كبيرة أنك أنت تكون ملمة بالتونسيين الكل، تخدم باسم تونس، وزيد نبدأ نختار معهم في اللي تابلو في الفنانين، معناتها حاجة كبيرة برش. دونك اليوم فما مجموعة، يعني فما سقف تجتمعوا تحته، يعني انتم الفنانين التشكيليين بتبيع، كل واحد عنده لمسه نتاعو، كل واحد عنده الخدمه نتاعو، كل واحد التوش، كل واحد شنو البرودوي اللي قاعد يستعمل فيه، فما برشا اختلاف لكن يجمعنا نفس الحاجه، هو الروح والحب للفن. طيب كنت موجوده في الفرنكوفونيه في جربه؟ لا ما كنتش موجوده. اللي كنت موجوده في المعرض الجماعي اللي كان في تونس في دار الثقافه الزهراء. في دار الثقافه الزهراء. طيب نحييك برشا ليلى، حبيناها افونكو الحقيقه، نحييه كل مره فنان تشكيلي، ونعرف اللي انتم الكل في انتظار زاد دفعه صغيره ساعات اعلاميا، ونحبوا نعرفوا بكم ونعرفوا بالمجهودات نتاعكم. نشكرك برشا ليلى. تقوى كيف كيف الحلم وين يهزك؟ نجم توا انت تويك تقرا في الليسي؟ باش تزين الليسي نتاعك؟ باذن الله. باذن الله. هو الليسي فنون اكيد باش يكون معبي وشيخ بالفنون معناها. أكيد. أنا نشكركم برشا، نشكرك تقوى ليلى، إن شاء الله هذه سوني كان أفون غو، إن شاء الله تجي بحذنا مرة أخرى ونقدموا التجربة نتاعك، وإذا كان عندك معارض في القريب زادة. فما 22 ديسمبر عندي ملتقى الفنانين العرب دورته السابعة في مصر، وأنا سفيرة الفنانين التونسيين. تخي تخي بيان، يلا إن شاء الله موافقة ليلى، إن شاء الله موافقة زادة تقوى.